فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض. إذن السماء تبكي على أقوام. نعم تبكي السماء، نعم السماء تبكي والأرض تبكي، لكن تبكي على من؟ تبكي على عبد صالح قد مات، كان يصعد إليها كل يوم منه عمل صالح، كان يسبح فيصعد تسبيحه وتهليله وتمجيده وتكبيره، يصعد إلى السماء، عمل بر من وصل للرحم، من بر للوالدين، من إحسان إلى الأرامل، من إحسان إلى المساكين، من دعوات متقبلات، كل ذلك كان يصعد إلى السماء، فجأة إذا به ينقطع. تتساءل السماء، أين العمل الصالح الذي كان يصعد من فلان؟ تجاب كما قال البعض، فلان قد مات. فتبكي عليه السماء لصالح العمل الذي كان يصعد إليها، وتبكي عليه الأرض للخطى التي كان يمشيها إلى بيوت الله وإلى الإصلاح بين الناس وإلى أعمال البر. لكن أهل الكفر وأهل الفجور ما بكت عليهم السماء والأرض، بل مستراح منه، مستراح منه، مستراح من ذلك الذي كان يمشي عليها بالشرور والفجور. قال تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين.